السلام عليكم. النهاردة هنبدأ ناخد أول محاضرة في المولكولار جينيتكس. على مدار الثلاث محاضرات اللي فات أخدنا السيتوجينيتكس، قلنا أن السيتوجينيتكس كان بتتعامل بتدرس الجينيتك ماتيريال كستراكشر وكبيهيفير على أندر ذا ميكروسكوب، اللي هو أخدنا فيها الانقسام الميوزي والميتوزي والستراكشر للكروموسومات والكروموسوم الأبريجن وأي مشكلة ممكن تحصل في الكروموسومات. ده كان كله دراسة السيتوجينيتكس. النهاردة هنبدأ في المولكولار جينيتكس، واللي هي بتدرس المادة الوراثية على المولكولار ليفل أو المولكولار ليفل او المستوى الجزيئي، اللي هو اللي هندرس فيها الدي ان اي والار ان اي. قبل ما ندرس نبدا في الجينيتك ماتيريال كاستراكشر، هنبدا بس نقول ان الجينيتك ماتيريال عامه بتتميز بمجموعه من الخواص او لها وظائف معينه بتقوم بيها. الجينيتك ماتيريال هي الاساس للاستورج للجينيتك انفورميشن، او هي بتحمل الجينيتك انفورميشن عشان تنقلها من جيل للتاني. الجينيتك ماتيريال لها القدرة على التضاعف، زي ما قلنا سواء كان لازم المادة الوراثية يحصلها تضاعف قبل الانقسام الميوزي أو الميتوزي، وعرفنا كل هدف من الانقسامين، وبالتالي المادة الوراثية دائما بيحصلها ريبليكيشن أو الدي ان اي دائما بيتضاعف. كمان مش بس كده انها تنقل المادة الوراثية من جيل للتاني ومن خلية للتانية، لا كمان بتقوم بوظائف هي الهوس للنيتشر او الانفورميشن الخاصة بكل خلية، وبالتالي الجينيتك ماتيريال دي على حسب وظيفة كل اورجان جزء منها بيتم نسخه لام ار ان اي او ماسنجر او الناقل، اللي هو بياخد الشفرة الوراثية من داخل النواة وينقلها للسيتوبلازم بحيث يتم تحويلها لبروتين. البروتين ده اللي هو بيمثل الانزيم او الهرمون اللي بيقوم بوظيفة الخلية، تمام. وبالتالي الجينيتك انفورميشن دائما بيحصل لها اكسبريشن، اللي هو بيشمل عملية ترانسكريبشن والترانسليشن، واللي هناخدهم المحاضرة الجاية ان شاء الله. بالإضافة لأن الجينيتك ماتيريال دائما بيحصل فيها مجموعة من الميوتيشن أو الطفرات. الطفرات قد تكون زي ما هناخدها في محاضرة مستقلة، قد تكون حاجة توكسيك وبتؤدي إلى مشكلة معينة، أو طفرات تلقائية بتؤدي إلى تطوير وظهور صفات جديدة، وقد تحدث على في خلايا شخص معين فتظهر صفة جديدة على الشخص، أو تظهر أثناء تكوين الجميتس وبالتالي تبدأ تظهر صفة جديدة في النيكست جينيريشن. دي كانت الكاركتر الجينيتك ماتيريال عامة. أما الجينيتك ماتيريال فبتتكون من النيوكليك أسيد أو الحمض النووي، وده اللي بيشمل نوعين الدي إن إي والآر إن إي. طيب الدي إن إي أو الآر إن إي بيتكونوا من إيه؟ بيتكونوا من وحدة بنائية، اللي هي وكأننا بنتكلم عن جدار مبني من مجموعة من الطوب. الطوبة الواحدة دي في المكونة للدي إن إي أو الآر إن إي بتسمى نيوكليوتايد، تمام. وبالتالي النيوكليك أسيد بيبقى بوليمر أو شريط مكون من عدد هائل من المونيمرز اللي هي النيوكليوتايد. طيب النيوكليتيدة الوحدة دي اللي هي الوحدة البنائية للدي إن إي بتتكون من إيه؟ بتتكون من ثلاثة ستراكشر. بتتكون من سكر خماسي، السكر الخماسي ده بيتصل بيه نيتروجينس بيز ومجموعة فوسفيت وفوسفيت جروب. زي ما هنشوف كده هنلاقي زي الرسم هنا الشجر اللي هو السكر الخماسي ده الوحدة الأساسية، متصل بيها بيز، هنبدأ نشوف البيزز دي المختلفة وفوسفيت جروب، وهنبدأ نشوف الأرنجمنت للكربون أتوم بتاع السكر الخماسي وفايدة كل واحدة منهم. أول حاجة في الوحدة البنائية للنيوكليوتايد اللي هو البنتوز شوجر. بنتوز شوجر يعني سكر خماسي بنسميه الريبوز شوجر. الريبوز شوجر موجود في الار ان اي، لأن الار ان اي ده اختصار لرايبو نيوكليك أسيد، يعني السكر النيوكليك أسيد اللي المكون الأساسي فيه اللي هو الريبوز شوجر، تمام. ودي ده بيكون موجود في الار ان اي. النوع الثاني اللي هو دي اوكسي ريبوز. دي اوكسي ريبوز من كلمه دي اوكسي يعني منزوع مجموعه هيدروكسيل، فاي كربونه في الكربونه رقم 2. خلونا نشوف الرسمه بالتفصيل. ده اول حاجه عندنا اهو اللي هو الريبوز شوجر الموجود في الار ان اي. لو شفنا الارنجمنت بتاعه في 5 كربون اتوم ارنجد 1 2 3 4 5،
ايه فايده كل كربونه من دول؟ الكربونه رقم واحد هي اللي هيتصل بها بعد كده النيتروجينس بيز، واللي هندرس نبدا ندرس الفايف نيتروجينس بيز. الكربونه رقم اتنين دي اللي هتميز لي الريبوز الموجود في الار ان اي والدي اوكسي ريبوز الموجود في الدي ان اي. الكربونه رقم ثلاثة فيها او اتش جروب، دي اهم او اتش جروب، وهنعرف اثناء بين التضاعف الدي ان اي او الار ان اي او اثناء اتصال اتنين نيوكليوتايد داخل نفس الشريط من ال دي ان اي، ايه فايده الكربون الهيدروكسيل جروب الموجوده رقم في الكربون رقم 3. بعد كده الكربون رقم 4 والكربون رقم 5 دي اللي بيتصل بيها الفوسفيت جروب. تمام، ده كان شكلها في الار ان اي. الدي ان اي الفرق ما بين الدي ان اي والار ان اي ان الدي ان اي بيبقى دي اوكسي، يعني منزوع الهيدروكسيل جروب زي ما عليها سيركل كده. الكربونه الرقم 2 الاو اتش مش موجوده، فلذلك كان بنسميه الدي اوكسي نيوكليك اسيد. ده اول حاجه اللي هو الشوجر. تمام، تاني مكون في ال النيوكليوتايد اللي هي نيتروجينس بيز. النيتروجينس بيز في التو تايب، في البيورين وفي البيرميدين. ايه الفرق بين الاثنين، بين البيورين والبيرميدين؟ البيرميدين بتبقى مكونة من 6 كربون اتوم. تمام، وبالتالي 6 كربون اتوم بيكونوا مورينج اللي هم لو شفناهم على اليمين دول اللي هم الصيامين والسيتوزين. الصيامين والسيتوزين بيتكونوا من سنجل رينج 6 كربون اتوم. ولكن ايه الفرق ما بينهم؟ الصيامين ده السيتوزين سوري بيبقى موجود في الدي ان اي وفي الار ان اي. تمام، اما بالنسبه للصيامين بيبقى موجود في شريط الدي ان اي فقط، يقابله يوراسيل موجود في شريط الار ان اي. تمام، يبقى البيورين ثلاثة، انا عندي في المجمل 5 نيتروجينس بيزس، 3 بيرميدين اللي هم السيتوزين في الدي ان اي والار ان اي، الصيامين موجود في الدي ان اي فقط، اليوراسيل يقابله في الار ان اي. تمام، ده بالنسبه للبيرميدين يبقى اللي بتشمل سيتوزين وصيامين. البيورين، البيورين بتبقى مكونه من 9 ممبر من الكربون اتوم والنيتروجين اتوم، فبيكونوا لي دبل رينج زي ما احنا شايفينهم اللي هم الادينين والجوانين، فبيبقوا مكونين من دبل رينج، كل واحده منهم عباره عن انها 9 ممبر. تمام، ده بالنسبه للنيتروجينس بيز، واللي قلنا بعد كده هتتصل بالكربون اتوم رقم 1 في الشوجر اللي هو البنتوز شوجر. بعد كده الفوسفيت جروب دي عباره عن انها فوسفوريك اسيد اللي هو H2PO4، ده بيتصل بالكربونه رقم 5 زي ما احنا شايفين كده، بالكربون 5 رقم 5 في الريبوز او الدي اوكسي ريبوز شوجر، وهنعرف اهميه الفوسفيت بعد كده. طيب في مصطلحين بقى محتاجين نفرق ما بينهم اللي هما النيوكليوسايد والنيوكليوتايد. النيوكليوسايد لو اللي بتتكون من النيتروجينس بيز والشوجر فقط بدون فوسفيت نسميها نيوكليوسايد، نركز بين الاثنين دول. لو اضفنا لها فوسفيت جروب تبقى اسمها نيوكليوتايد. تمام، يبقى انا عندي نيوكليوسايد ما فيهاش فوسفيت ونيوكليوتايد فيها مجموعه الفوسفيت. كمان في حاجه، الدي ان اي او اي نيوكليوتيد عشان تشارك في تكوين الدي ان اي لازم تكون فيها 3 فوسفيت جروب. ماشي، يعني مثلا الادينين اثناء تكوين شريط الدي ان اي بيبقى في صوره ادينين تراي فوسفيت، يعني متصل بالكربونه رقم 5 في الشوجر 3 مجموعات فوسفيت. ايه فايده الثلاثه دول؟ اثناء اي عمليه بناء داخل الخليه بيفقد مجموعتين من الفوسفيت اللي هم المجموعتين الزياده دول بيبقوا سورس للانرجي، بيصاحب ريليز ليهم ريليز لانرجي، وبتبقى سورس للطاقه لاي عمليه حيويه بتتم داخل الخليه. ففي الغالب النيوكليوتايد مش بتبقى بس نيوكليوتايد مونو فوسفيت، يعني متصل بها واحده فوسفيت فقط، بتبقى في الغالب نيوكليوتايد تراي فوسفيت، يعني زي ادينين تراي فوسفيت، جوانين تراي فوسفيت، صيامين تراي فوسفيت، او سيتوزين تراي فوسفيت، ودي كلها بنسميها نيوكليوتايد طالما ان هي فيها مجموعه فوسفيت واحده. ده التركيب الاساسي لاي نيوكليوتيده في الجسم في النواه. طيب النيوكليوتيد الواحده هتبدا تتصل زي ما قلنا هي مونومر، بيتحدوا مع بعض عشان يكونوا شريط الدي ان اي اللي هو بوليمر. ازاي بقى كل النيوكليوتيد بتتصل باللي بعديها واللي بعديها عشان يكونوا لي شريط الدي ان اي المكون من عدد كبير من نيوكليوتيد؟ نركز كده، لو جينا شفنا اول واحده في الرسمه، اول نيتروجينس بيز او اول نيوكليوتيد،
او النيوكليوتايد بتبقى الفوسفيد جروب اللي موجوده في المتصله بالكربون اتوم رقم 5 دي بتبقى فري، تمام. وبالتالي الفايف اند لاي شريط دي ان اي بتبقى فيها فوسفيد فري فوسفيد جروب مش متحده باي حاجه. طيب الاو اتش احنا قلنا ان الاو اتش دي مهمه جدا اثناء اتصال تو نيوكليوتايد ببعض. الاو اتش الموجوده عند الكربون اتوم رقم 3، الاو اتش الموجوده بالكربون رقم 3 هتتحد مع الفوسفيت اللي موجود في النيوكليوتيد التاليه ليها. طبعا احنا كنا عارفين ان هنا 3 فوسفيت، هيحصل ريليز الاثنين ويبدا يتحد الاو اتش مع الفوسفيت الموجود في رقم 5، يتصل ببوند بنسميها الفوسفو دايستر بوند، فوسفو دايستر بوند، لانها اتصال مجموعه الاكسجين مع بعضيها، تمام، فيبقوا بالشكل ده ويبقى وهكذا. زي ما احنا شايفين هنا الجوانين بدا يجي وراها صيمين، بدأ الصيمين تتحد بالتاليها اللي هي الأدينين وهكذا، فلاقي ناجي الآخر نيوكليتيدا في شريط الدي ان ايه بتبقى عندها الاند الثري اند او الاو اتش الموجودة عند الكربون اتوم رقم 3 هتبقى فري او مش هتتحد مع نيوكليتيدا، لان خلاص الشريط انتهى على كده ومفيش نيوكليتيدا هتيجي، وبالتالي هيبقى هتكون لي خاصيه مهمه جدا لشريط الدي ان اي، ان شريط الدي ان اي نقول ان هو بيمشي في اتجاه 5 لـ3، تمام. فالمصطلح ده ما نبقاش حافظينه كده وخلاص، يعني مش عارفين بس ان شريط الدي ان اي ران ان 5 تو 3 داش دايركشن. 5 معناها ان دايما في الفوسفيت اللي عند الفايف كربون اتوم فري، لان لا يسبقها النيوكليتيدا تتحد معاه، و 3 لان هو بينتهي باخر نيوكليتيدا فيها او اتش عند الكربون رقم 3 فري ما اتحدتش مع حاجه، فيبقى ماشي في الاتجاه 5 لـ3 اي شريط دي ان اي، تمام. يبقى احنا كده خدنا تركيب الوحده الواحده اللي هي النيوكليتيدا والنيوكليتيدات مع بعضيها على نفس شريط الدي ان اي بتتحد مع بعضها، وشفنا شريط الدي ان اي بيبقى بالشكل ده كده. طيب ده التركيب العام، لكن شريط الدي ان اي في المجمل شكله عامل ازاي؟ هل هو شريط واحد ولا شريطين؟ والشريطين دول متصلين ببعض ازاي؟ والوضع بيبقى ازاي؟ فكان العالمان واتسون وكريك هما اللي بدأوا يضعوا تصور لشكل شريط الدي ان اي. التصور بتاعهم ده اعتمد على دراسات سابقه طبعا، يعني هما اول ما درسوا، لا في علماء سابقين ليهم درسوا تصور لشكل الماده الوراثيه او الدي ان اي، وبدأوا بناء عليه واتسون وكريك حطوا الفاينل بروبوزال او الشكل النهائي لشكل الدي ان اي. اول حاجه اعتمدوا عليها كان حاجه اسمها البيز كومبوزيشن اوف دي ان اي، او دي كانت دراسه العالم اسمه تشيرجف، ده كانت كوانتيتيف ميثود اللي هو بدا يقيس كميه النيتروجينس بيزز اللي موجوده في اي دي ان اي ويشوفها ككميه وضعها عامل ازاي. توصل لايه العالم ده؟ توصل ان اي كميه ان عدد الادينين في اي دي ان اي بيكون مساوي لعدد الصيامين. طيب نفهم بقى بالراحه كده، انا عندي دلوقتي الدي ان اي زي ما هناخد بعد كده بيكون مكون من شريطين، اي والشريطين دول بيكونوا مقابلين لبعض، تمام، والنيتروجينس بيزس على الشريط بتتحد مع الشريط المقابل ليه عشان يتصلوا ببعض. وجد ان اي واحده من الادينين بتتحد مع واحده، كل ادينين بيتحد مع الصيامين، واحده من البيورين هتتحد على الشريط المقابل مع واحده من البيرميدين، فلقى الادينين اي كميه من الادينين بتكون كميه الصيامين اللي مقابله ليها ومساويه ليها في العدد، وكذلك كميه الجوانين بتبقى مساويه لكميه السيتوزين، تمام. وبالتالي المجموع الادينين زائد الجوانين بيكون مساوي لمجموع الصيامين زائد السيتوزين، ولكن مجموع النقطة رقم 3 مجموع الأدينين زائد الصيامين لا يساوي مجموع السيتوزين زائد الجوانين. طيب عشان ما نتوهش خلينا ندي مثال بالأرقام ونشوف الثلاث نقط دول، تمام. احنا قلنا ان انا اي كم دي ان ايه لابد هيتحد بالأدينين بيتحد مع الصيامين، وبالتالي يكون عدد الأدينين مساوي لعدد الصيامين. يعني انا لو عندي دي ان ايه فيه 100 نيوكليتيدا، تمام، فيه 100، تمام، من ال100 دول عرفنا ان منهم 30 ادينين،
تمام. طيب يبقى في باقي النيوكليوتايد اعدادها ايه؟ بالراحة كده، مش احنا نقولنا الادينين بيتحد بالصيامين وبالتالي عدد الصيامين هيكون مقابل ليه؟ يبقى طالما الميت نيوكليوتيد منهم 30 ادينين يبقى هيبقى منهم 30 صيامين مقابلين ليهم. تمام. طيب 30 و 30 كده 60، يبقى باقي عندي 40 نيوكليوتيد. ال 40 نيوكليوتيد دول هيبقوا موزعين ما بين الجوانين والسيتوزين. طيب ده الجوانين، عدد الجوانين كل وحده جوانين بتتصل بوحده سيتوزين، يبقوا الاثنين مساويين في العدد، يبقى انا عندي 20 جوانين و20 سيتوزين. يبقى من ال 100 هيبقى عندي 30 ادينين و30 صيامين، 20 جوانين و20 سيتوزين. تمام. وبالتالي نيجي نركز بقى في دي، كان شرح النقطه الاولانيه. طب شرح النقطه الثانيه، مش انا عندي الادينين كان 30 والجوانين 20، يبقى الاثنين مع بعض 50. تمام. مقابل للادينين 30 سيامين ومقابل للجوانين 20 سيتوزين، يبقى كمان السي زائد التي هم كمان بيساوي 50، وبالتالي تبقى الريشيو دي ثابته اللي هي في النقطه رقم 2، الادينين والجوانين كاريشيو مساويين للسيامين والسيتوزين. طيب شرح النقطة رقم 3، كمية الأدينين والصيامين لا تساوي كمية الصيامين وغير مساوية للسيتوزين زائد الجوانين. يعني إيه؟ إحنا لما المثال اللي فرضناه قلنا عندنا 30 أدينين و30 صيامين و20 سيتوزين و20 جوانين، يعني مجموع الأدينين والصيامين كان 60، إنما مجموع الجوانين والسيتوزين كان 40، فالنسبة دي مش متساوية. ده اللي توصل ليه العالم تشيرجف، وكمان توصل لحاجة، توصل ان كمية الدي ان ايه ككمية داخل كل خلايا نفس الفرد مساوية لبعضها. كمان مش بس كده، ده كمية الدي ان ايه داخل خلايا نفس السبيشيز كلها مساوية لبعضها. يعني ايه؟ فاكرين في المحاضرة الاولانية لما قلنا ان كمية الدي ان ايه كوزن الدي ان ايه داخل الخلية بنقيسه بحاجة اسمها سي فاليو، اللي هو وزن المادة الوراثية، وقلنا ان سي فاليو دي ثابتة لكل سبيشيز. يعني ايه؟ يعني كل الهيومنز سواء كان الطفل الصغير اللي لسه مولود او الشاب او الراجل العجوز كلهم خلاياهم مساوية، فيها 46 كروموسوم شايلين نفس المادة الوراثية، كوزنهم او ككميات ثابتة. يعني مفيش هيومن فيه دي ان ايه اكتر من هيومن تاني. تمام. ولا لها علاقة بالعمر ولا السبيش ولا السكس ولا اي حاجة، كل السبيشز بيحتوى على نفس المحتوى من المادة الوراثية. ده اللي توصل ليه العالم تشيرجف. بعد كده كان في دراسة تانية اللي هي الاكس راي كريستالوجرافي، اللي هو لما بيعرض الاكس راي كريستالوجرافي زي فيلم الاشعه اللي احنا بنعمله لما بنعرض اي ماده للاشعه، بتبدا على الفيلم تدي شكل معين. فلما عرض شريط الدي ان اي للاكس راي ظهر على الفيلم ان الدي ان اي سبوتس متوزعه بشكل معين، وجدوا ان سبوتس او دوتس متوزعه على الفيلم كل مسافة بين دوت واللي تليها كانت حوالي 34/100 نانو جرام، وكل 10 سبوتس مع بعض بيعملوا بشكل معين، الشكل ده طوله 3.4/10 نانو جرام. احنا قلنا المسافة بين كل نقطة واللي تليها على الفيلم كانت 34/100، وكل 10 يبقى هنضرب في 10 بياخدوا شكل معين. ده اللي وصل لي كانت نتيجة الإكس راي كريستالوجرافي اللي بعد كده واتسون وكريك فسروها ودونا شكل الموديل دي ان ايه واللي هنبدأ نشوفه مع بعض. واتسون وكريك قالوا ايه بقى؟ قالوا ان الشريطين الدي ان ايه دول بيكونوا تو رايت هاندد هيليكال، ماشي، بولي نيوكليوتايد تشين كويلد اراوند سنتر الاكسس. يعني شريطين الدي ان ايه مش بيبقوا معاملين زي السلم كده متصلين ببعض ومكونين من درجات، لا ده هم كمان بيبقوا ملفين ملفوفين حوالين بعض في اتجاه رايت دايركشن، وكان في سنترال اكسس او في عمود واقف في نص كده وهم بيلفوا حواليه في الرايت دايركشن. تمام. وده بالفعل لان شريطين الدي ان ايه ما بيكونوش مفرودين، بيبقوا زي الرسمه كده، بيبقوا كويلد او تمام، عشان ده الكويلنج ده بيقلل طول الدي ان ايه، من العوامل اللي تساعد على زي ما قلنا ان الدي ان ايه يكون موجود في النيوكليوس حجمها صغير جدا. كمان قالوا ان الدي ان ايه الدبل ستراند بيبقوا انتي بارلل. انتي بارلل يعني ايه؟ لو جينا احنا قلنا ان الدي ان ايه بيمشي في 5 ل 3 دايركشن
وعرفنا دي معناها ايه، الشريط المقابل ليه واللي واللي هيتحد معاه بيكون معاكس ليه، بيكون في الاتجاه العكسي. يعني زي الرسمه هنا كده، لو الشريط الاولاني الخمسه فوسفات هي اللي في الاتجاه ده، يكون مقابل ليها الشريط الثاني معكوس، فتكون 3 او اتش هي المقابله ليها. يبقى التو ستراند بيبقوا انتي بارلل، فواحد ماشي الخمسه لثلاثه دايركشن والمقابل ليه ماشي في ثلاثه الخمسه. وفاهمين معناها ايه؟ يعني واحد الفايف فوسفيت هي الفري مقابل ليها الشريط لانه معكوس، فبتكون 3 او اتش هي اللي مقابله ليها. تمام. وزي ما قلنا بدأوا الشريطين دول بيبقوا عباره عن انها نيوكليوتايد بيورين وبيرميدين اتاتش تو اتش اذر، فوجدوا ان كل ادينين بيقابلها صيامين وبتتحد معاها بهيدروجين بوند. تمام. يبقى النيوكليوتايد على نفس الستراند لا، دول بيتصلوا ببوند اسمها الفوسفوديستر بوند، لكن النيتروجينوس بيزس على التو ستراند المقابلين لبعض بيتصلوا بروابط هنا اللي هي الهيدروجين بوند. الادينين مع الصيامين بيتحدوا مع بعض بتو هيدروجين بوند، اما الجوانين والسيتوزين بيبقى الارتباط بينهم اقوى شويه وبيكونوا مرتبطين ب 3 هيدروجين بوند. تمام. وجد ان المسافه كمان زي التفسير للدراسه السابقه، وجد المسافه بين كل نيوكليوتايد والنيوكليوتايد التاليه على نفس الشريط بتبقى 34/100 نانو جرام، وان الدي ان اي دبل ستراند وهم بيلفوا او كويل اراوند اتش اذر كل كومبليت ترن كل لفه كامله بيبقى فيها 10 بيزس على الدبل ستراند، فيبقى طولها المجمل هيبقى 34.3 × 10. تمام. احنا قلنا المسافه بين النيوكليتيدا والنيوكليتيدا اللي تليها 34/100. طيب واللفه الكامله فيها 10، يبقى طول اللفه هنضرب في 10 اللي هي تبقى 3.4 نانو جرام. واثناء لف التو ستراند بيبقى زي ما احنا شايفين في الرسمه كده، والشريط بيحصل له كويلنج وكاني جايب خيطين وقاعد الفهم مع بعض في اجزاء الفراغات بين اللفات دي، هتكون لي حاجه اسمها الميجور جروف، وفي فتحات واسعه وفتحات اوسع اقل على طول الشريطين بسميهم الميجور جروف والمينور جروف. ده كان تصور واتسون وكريك، وواتسون وكريك وصلوا ان عرض الشريطين الدي ان ايه الاثنين مع بعض عرضهم بيبقى 2 نانو جرام ان ديامتر. تمام. يبقى قالوا شكل الدي ان ايه في 7 نقط اللي هم احنا شرحناهم دول. تمام. طيب الشريطين الدي ان ايه اللي متحدين مع بعضهم، ايه العوامل او الاستابيليتي فاكتور اللي بتحافظ عليهم دايما متصلين ببعض؟ اول حاجه الهيدروجين بوند. طيب زي ما كنتوا درستوا في البايوكيمستري ان الهيدروجين بوند نوع من الروابط الضعيفه اللي هي سهله تنكسر، وبالتالي ممكن الشريطين ينفصلوا عن بعض. تمام. ولكن شريطين الدي ان ايه بيتكونوا من عدد هائل من النيتروجينوس بيزز، وبالتالي هيتصلوا مع بعض بعدد كبير جدا من الهيدروجين بوند. الهيدروجين دي مع بعضها بتدي قوه او ثبات لشريط الدي ان ايه، لان انا عندي كل ادينين بتتصل مع صيامين بتو هيدروجين بوند والجوانين مع السيتوزين بثلاثه هيدروجين بوند، فكل ده بيدي ستابيليتي فاكتور لشريطين الدي ان ايه. كمان شريطين الدي ان ايه الارنجمنت للنيوكليتيدا او وجود النيوكليتيدا على طول شريط الدي ان ايه بتبقى واخده توزيع معينه بتحافظ على شكل شريط الدي ان ايه، اللي هو النيتروجينوس بيزز بتبقى هيدروفوبيك او ممكن تتاثر باي سوائل او داخل النيوكليوس، فلذلك هي بتبقى ستيكد انسايد او داخل الشريط زي ما شفنا الرسمه السابقه، كانت النيتروجينوس بيزز هي اللي في الداخل داخل الشريطين، اما الباك بون اللي هو الجزء الخارجي بيتكون من الشوجر مع مجموعه الفوسفيت. تمام. ده من اللي بيدي استابيليتي فاكتور لشريطين الدي ان ايه. طيب الار ان ايه، هل الار ان ايه هيختلف عن الدي ان ايه؟ مش الاثنين مكونهم ان مكونين من نيوكليك اسيد؟ هو تركيب الار ان ايه هو نفس تركيب الدي ان ايه مع وجود بعض الفروق البسيطه، زي ما قلنا الار ان ايه هو الرايبو نيوكليك اسيد، فالشوجر اللي مكون ليه بيبقى الرايبوز. اما الدي ان ايه
زي ما قلنا ان هو بيبقى دي اوكسي او منزوع الهيدروكسيل جروب في الكربون اتوم رقم 2، فالشوجر هنا بيكون دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد. تاني حاجه نيتروجينس بيزيس، لو نفتكر واحنا بناخد البايرميدين قلنا ان السيتوزين موجود في الدي ان اي والار ان اي، لكن الصيامين موجود في الدي ان اي فقط، اليوراسيل موجود في الار ان اي فقط. تالت حاجة زي ما هتاخدهم لما تبدأوا تدرسهم البكتيريا والفيروسات هتعرفهم ان الجينيتك ماتيريال في معظم الفيروسات بتكون مكونة من الار ان اي، والار ان اي ده بيبقى سنجل ستراند مش دبل ستراند، لذلك هو اضعف من الدي ان اي، لكن الدي ان اي كله بيبقى دبل ستراند، اي دي ان اي بيبقى دبل ستراند، اما الار ان اي معظم الار ان اي بتكون سنجل ستراند باستثناء بعض الفيروسات اللي بيكون فيها الار ان اي الجينيتك ماتيريال بتاعتها على هيئه دبل ستراندد ار ان اي. تمام، الار ان اي بيشمل 3 كلاسز اللي هو الريبوسومال والماسنجر والترانسفير ار ان اي، دول بيختلفوا عن بعض الفروق ما بينهم ووظائفهم كلهم هندرسهم المحاضره الجايه بالتفصيل، ولكن على الاستعجال الريبوسوم الار ان اي ده المسؤول عن تكوين بيحمل الشفره الوراثيه المسؤول عن تكوين الريبوسوم، واللي هو الريبوسوم ده زي ما خطه في الهيستولوجي هو البنج اللي بيتصنع عليه البروتين، فده بيبقى اكبر ار ان اي موجود داخل الخليه وبيشارك في تكوين الريبوسوم اللي هو بيشارك في تكوين البروتين داخل السيتوبلازم. اما المسنجر ار ان اي ده الناقل اللي هو بيحمل الشفره الوراثيه، بيتم نسخ الشفره الوراثيه لاي جين من الدي ان اي الموجود داخل النواه على هيئه شريط وسطي كده اللي هو المسنجر ار ان اي اللي بيطلع من النواه للسيتوبلازم عشان يبدا يشارك في تكوين البروتين. الترانسفير تي ار ان اي ده بيبقى اصغر تي ار ان اي وده بيشارك في نقل الاحماض الامينيه، ترانسفير للامينو اسيد ديورنج البروتين سينثيسز، دول هناخدهم المحاضره الجايه بالتفصيل. تمام، كده نكون اخذنا اول جزء في المحاضره اللي هو الاستراكشر اوف نيوكليك اسيد سواء كان دي ان اي او ار ان اي. الجزء الثاني هنا من المحاضره هناخد اللي هو دي ان اي ريبليكيشن او تضاعف الدي ان اي. واتسون وكريك برضو في البداية بدأوا يتصوروا ازاي الدي ان اي هيتضاعف، احنا قلنا ان لازم الدي ان اي باستمرار بيتضاعف قبل اي عملية انقسام، طب هيتضاعف ازاي؟ لازم الشريطين دول ينفصلوا عن بعض عشان يتم بناء شرايط جديدة، فواتسون وكريك عملوا ثلاث تصورات للمود او شكل الدي ان اي ريبليكيشن بيتم ازاي. تصوروا في الاول اول حاجه تصور سموه الكونزرفاتيفز او اللي هو المحافظ اللي هو الجديد يفضل مستقل عن القديم. ازاي؟ قالوا ان انا عندي دي ان اي دبل ستراند تو دبل ستراند هينفصلوا عن بعض وكل شريط يتبني عليه بمساعده مجموعه من الانزيمات شريط جديد، وبعد ما تنتهي عمليه النسخ يرجع الشريطين القدام يتصلوا ببعض والشريطين اللي اتبنوا عليهم جديد يتصلوا ببعض، زي احنا ما شايفين في الرسمه كده كان عندي البيرنت دي ان اي ستراند او التمبلت او دي ان اي اساسي اللي موجود في الخليه باللون الازرق، بعد كده بدا يكون شريطين وبعد عمليه النسخ الشريطين الجداد اللي باللون الاصفر راحوا متصلوا ببعض والقدام رجعوا متصلوا ببعض تاني. التصور الثاني كان السيمي كونزرفاتيف واللي هو معناه ان انا عندي الشريط الجديد الشريطين اللي هما البيرنت ستراند او الموجودين داخل الخليه هينفصلوا عن بعض وكل شريط هيتبني عليه شريط جديد وهيفضل متصل بيه، فيدوني دي ان اي كده زي ما احنا شايفين في الفيرست ريبليكيشن الواحد من الشريط من الشرايط القديمه اللي باللون البلو متصل باليلو ويفضلوا متصلين مع بعض. التصور الثالث اللي تصوروه لشكل تضاعف الدي ان اي هسموه ديسبيرسيف اللي هم تصورهم ان انا عندي الشريطين الاساسيين الموجودين او البيرنت ستراند دول لما ينفصلوا عن بعض ويتكون عن شرايط جديده هيبدا ديسبيرشن او يبدا الشريط القديم يتقطع ويتوزع ما بين الدي ان اي المتضاعف الجديد. طبعا دي كلها كانت تصورات في البدايه، ولكن اللي بيحصل فعلا داخل الخليه واللي استقر عليه العلماء هو السيمي كونزرفاتيفز او ده الموست اكسبتابل او المود اللي هو فعلا بيحصل ان دي شريطين الدي ان اي بينفصلوا عن بعض وكل شريط بيبدا يتبني عليه شريط جديد فعشان يكونوا لي نيو دي ان اي ستراند، يبقى اللي بيحصل فعلا داخل الخليه هو السيمي كونزرفاتيف ريبليكيشن.
ده كان التصور لشكل الدي ان ايه ريبليكيشن. طيب اللي بيحصل بقى او عمليه الدي ان ايه سينسس، عمليه تضاعف الدي ان ايه، خلينا نشوف ايه اللي بيحصل داخل الخليه بالظبط. احنا بنقول ان الشريطين دول بيتضاعفوا بينفصلوا عن بعض، وكل شريط بيتبني عليه شريط جديد. طب هي عمليه البناء دي هتتم ازاي؟ دي هتتم بمساعده مجموعه من الانزيمات اسمها دي ان ايه بوليميريز انزيم، او انزيمات البلمره اللي هتكون بوليمر او شريط دي ان ايه جديد، اللي هي هتجمع نيوكليوتايد مقابلة للشريط القديم عشان تبني شريط جديد مطابق ليه. تمام، الانزيمات دي اسمها دي ان ايه بوليميريز زي ما قلنا. دي اول ما اكتشفت في البكتيريا اللي هي ايكولاي، وطبعا موجودة في كل الكائنات الحية. اللي بيحصل بالظبط بيبقى طبقا للمعادلة اللي قدامنا دي، انا بيبقى عندي دي ان ايه تمبلت اللي هو شريط الدي ان ايه اللي هينفصل، دبل ستراند هينفصلهم، وكل شريط هيتبني عليه شريط جديد في وجود النيوكليوتايد. الاختصار اللي هو دي ان تي بيز ده معناه ايه؟ دي اختصار لكلمه دي اوكسي نيوكليوتايد تراي فوسفيت. يبقى دي ان تي بي اختصار لدي اوكسي نيوكليوتايد تراي فوسفيت. ليه نيوكليوتايد؟ اللي هو تمثل الاربعه، مش هبدا اقول يعني بدل ما اقول انا موجود عندي الاربعه نيوكليوتايد اللي هو الادينين والجوانين والصيمين والسيتوزين. في المجمل الرمز ده بيشمل ان موجود عندي الاربع انواع من النيوكليوتايد. وزي ما قلنا النيوكليوتايد ما بتيجي تشارك في الدي ان اي ريبليكيشن بتبقى متحده بثلاث مجموعات فوسفيت، فبتبقى تراي فوسفيت. ماشي، يبقى تراي فوسفيت فيها ثلاثه فوسفيت، اتنين منهم هيحصلهم ريليز، والريليز بتاعهم ده بيبقى سورس للانرجي. عمليه تكسيرهم بتبقى مصحوبه بريليز الانرجي اللي هي بتساعد في عمليه الدي ان اي ريبليكيشن. في وجود الانزيم اللي هو دي ان اي بوليميريز او انزيم البلمره ومغنيسيوم ايون كوفاكتور للانزيم، هيديني الرمز اللي هو ان ام بي النمبر. يعني ايه؟ يعني هتديني شريط جديد مكون من نيوكليوتايد مونوفوسفيت. خلاص هو تم فقد مجموعتين من الفوسفيت اللي هم موجودين في الاخر دول، تمام، والدي ان اي تمبلت القديم ستيل موجود، وتكون مقابل ليه شريط اند عدد مكون من عدد من النيوكليوتايد مونوفوسفيت عددها مساوي لعدد النيوكليوتايد اللي كانت موجوده في الشريط القديم، لان الشريط القديم هيتبني عليه شريط جديد مكون من عدد مساوي من النيوكليوتايد. تمام، قلنا اللي بيقوم بعمليه النسخ اللي هي دي ان اي بوليميريزس انزيم. الدي ان اي بوليميريز اكتشفوا ان في من الانزيم ده ثلاث انواع داخل الخليه، دي ان اي بوليميريز 1 ودي ان اي بوليميريز 2 ودي ان اي بوليميريز 3. طب ايه الفرق ما بينهم؟ وجدوا ان الدي ان اي بوليميريز 1 و2 مش هم الانزيمات الاساسيه اللي بتشارك في تضاعف الدي ان اي، ولكن هم لهم مهام ريبير فانكشن. ليه؟ لان الدي ان اي بوليميريز 1 ده لقوا ان هو قدرته على ما يقدرش يصنع داخل الخليه الا جزء بسيط طوله جزء بسيط من الدي ان اي او شورت سيجمنت، تمام، او شورت بيسز من الدي ان اي، وبالتالي لو في مشكله او في ديفكت في جزء من الدي ان اي يبدا هو يروح في المكان ده، وبوجود بمساعده مجموعه من الانزيمات يقطع الجزء اللي فيه الخلل ويبدا يصنع جزء جديد، تمام، وبالتالي هو ريبير فانكشن بس، ومعدله بطيء جدا بيضيف حوالي 650 نيوكليوتيد بير مينيت في الدقيقه، 650 نيوكليوتيد في الدقيقه، تمام، وده يعتبر معدل بطيء جدا ومش بيقدر يصنع غير جزء بسيط من الدي ان اي. نفس الفكره دي ان اي بوليميريز 2 برضه هو اللي هو ريبير فانكشن او بيقدر يصنع جزء من الدي ان اي لا يتعدى ال 100 نيوكليوتيد وبمعدل بطيء جدا. طيب الانزيم الاساسي بقى فيهم اللي هو الدي ان اي بوليميريز، الدي ان اي بوليميريز 3. الدي ان اي بوليميريز 3 ده الانزيم الاساسي، اكتشف في بدايه في الاي كولاي وفي البكتيريا في اليوكاريوتكس اللي هي حقيقيات النواه. هنا الاي كولاي دايما ممثله عندنا للبروكاريوتكس او اللي هم البكتيريا والفيروسات، واليوكاريوتكس اللي هم حقيقيات النواه. بالانزيم ده بيسمى دي ان اي بوليميريز الفا. طيب الانزيم ده بيتميز بايه او بيحتاج ايه؟ الانزيم ده بيبقى difficult في الاستابيليتي، يعني خارج الخليه بسهوله جدا يتكسر بدرجات الحراره، يقدر هو بيقوم بوظيفته كويس جدا في درجه حراره الجسم اللي هي 37 درجه. اي خلل في درجات الحراره
بيبدأ الإنزيم ده يتكسر. الإنزيم ده بيبقى ETP dependent، عشان يشتغل لازم يكون فيه مصدر للطاقة اللي هو الأدينين ترايفوسفيت، وقلنا زي كمان النيكلوتايد بتبقى في الترايفوسفيت فورم فيها 3 فوسفيت وريليز لمجموعتين فوسفيت بيدهم إنرجي، فالإنزيم بيحتاج إنرجي للشغل داخل الخلية. والإنزيم ده كمان بيشتغل بمعدل عالي جدا، بيشتغل بمعدل 700 نيكلوتايد بير سكند، تمام؟ لو شفنا التاني كان بيشتغل بمعدل 650 نيكلوتايد بير مينت، يعتبر معدل أقل بكتير جدا من المعدل اللي بيشتغل به الإنزيم الأساسي اللي هو بمعدل 700 نيكلوتايد بير سكند. طيب لسه نقطتين ما شرحناهمش، اللي هو بيحتاج 3 فري او اتش، ودي معناها ايه؟ احنا قلنا ان عشان النيكلوتايد تبدا تتحد بيها نيكلوتايد تانية عشان يكونوا له شريط دي ان اي، بيكون في او اتش موجوده في الكربونه رقم 3، وتيجي النيكلوتيد اللي بعديها اللي هتتصل بيها فيها فوسفيت في الكربونه رقم 5، فيبدا الفوسفيت يتحد مع الاو اتش بفوسفودايستر بوند، يحصل فيها ريليز للهيدروجين والاكسجين يتصلوا مع بعضهم، تمام؟ فلازم يكون هنا لازم الانزيم ده ما بيقدرش يبني اول نيكلوتيد في الشريط الجديد، تمام؟ هو انفصل الشريطين عن بعض، وفي كل الشريط القديم ده هيبدا يتبني عليه شريط جديد، تمام؟ لو الشريط القديم اول نيكلوتيد فيه ادينين، مفروض تيجي النيكلوتيد مقابله ليها في الشريط الجديد سيامين، ولو الشريط القديم فيه اول نيكلوتيد جوانين، يبقى اول نيكلوتيد في الشريط الجديد هتقابلها اللي هي السيتوزين، تمام؟ السيتوزين ده او النيكلوتيد الجديده دي فيها فري او اتش، هتيجي على نفس الشريط الجديد تتصل بها الكربونه النيكلوتيدة التاليه. الانزيم اللي هو دي ان اي بوليميريز ما بيقدرش يبني اول مجموعه نيكلوتايد او اول نيكلوتيدة، واللي هي هيكون فيها اول او اتش تتصل بها النيكلوتيدات التاليه ليها. طيب هنفهم بعد كده مين اللي بيجي يسبقه ويبني له جزء صغير، او فيبدا يوفر له النيوكليتيدا فيها فري او اتش عشان هو يقدر يشوف شغله. دي هنشرحها في السلايد اللي بعد كده. كمان الدي ان اي بوليميريز له ميزه كمان، اللي هو عنده حاجه اسمها الاكسونيوكليز اكتيفيتي. يعني ايه اكسونيوكليز اكتيفيتي؟ او اللي هاخدها في المحاضره بعد كده اسمها البروف ريدنج اكتيفيتي. دي معناها ايه؟ معناها ان هو الشريط ده بعد ما بيخلص بناء شريط جديد بيبدا يقرا الشريط عامه ويشوف لو في اي ديفكت او اي خلل او اي نوكليوتيد اضافت بشكل خاطئ اثناء عمليه بناء الشريط الجديد. بيبدا بمساعده انزيمات بنسميها انزيمات القطع، بيقطع النيوكليتيدا ديت و خالص ويشيلها من الشريط ويبدا يضيف النيوكليوتيد الصحيحه، فهو بيبقى اكسونيوكليز اكتيفيتي او قدره على مراجعه الشريط الجديد وتصحيح الاخطاء الموجوده فيه، او بمعنى اخر بيصحح اخطاء نفسه او الاخطاء اللي هو عملها اثناء بناء الدي ان اي، تمام؟ ده الدي ان اي بوليميريز 3. طيب عرفنا برضو ان كده ان الشريط الدي ان اي القديم هيتبني عليه شريط جديد في وجود الانزيم الدي ان اي بوليميريز، وطبعا كل انواع النيوكليوتايد موجوده داخل النواه. عمليه البناء دي بتتم ازاي؟ ده اللي هنشوفه بعد كده. ان عمليه البناء دي الستبس اوف دي ان اي سينسز بتتم على خطوتين. اول خطوه اللي هي عمليه الانويندنج اوف دي ان اي. الدي ان اي قلنا ان هما تو ستراند بيبقوا متصلين مع بعض بهيدروجين بوند وبعدد كبير من الهيدروجين بوند، فده مدي استابيليتي او مخلي دايما الشريطين ماسكين في بعض، تمام؟ عشان ابني عليهم شريطين جديد لازم اكسر الهيدروجين بوند دي وافصل الشريطين دول عن بعض، تمام؟ فاول خطوه في بناء شريط دي ان اي ان يحصل فصل للشريطين عن بعض او ويندنج، او نفك اللفه اللي ما بينهم دي او الرابطه اللي ما بينهم دي، تمام؟ طيب ازاي بقى بيتم الانويندنج بروسيس؟ بتتم عند نقطه، اول نقطه بيتم فيها تكسير للهيدروجين بوند وانفصال الشريطين عن بعض بنسميها البوينت اوف اوريجين، بوينت اوف اوريجين او نقطه البدايه، تمام؟ نقطه البدايه في الايكولاي في اللي هي البكتيريا و
بلاقي ان دي ان ايه بيبقى بسيط جدا عن لانها بتحتوي على معلومات وراثيه واقل بكتير جدا عن اللي موجوده في اليوكاريوتكس او الموجوده في الانيمال، لانها لها وظائف بسيطه جدا. وظائف البكتيريا ما بين انها تخترق الجسم الكائن الحي وتتضاعف، وظائفها بسيطه جدا، فبيبقى الدي ان ايه عندها بسيط، وبيبقى السيركولار او بتلاقي شريط الدي ان ايه لافف على هيئه دائره، فبتلاقي ان هي دايما بيبقى عندها 1 بوينت اوف اورجين، عند نقطه واحده بس بيتم انفصال الشريطين، وبعد كده الشريطين كلهم ينفصلوا عن بعض تماما. انما في اليوكاريوتكس اللي هي حقيات النوازل الهيومن والانيمالز، دول بيكون الدي ان ايه لينير على هيئه كروموسومات او شرايط مستقيمه، تمام، وطبعا بتبقى محمله بكم اكبر من الماده الوراثيه، فتكسير او فصل الشريطين عن بعض مش بيتم في نقطه واحده ويستنى لما الشريطين ينفصلوا عن بعض تماما، ده عشان العمليه تتم بسرعه جدا بيبدا اكتر من نقطه على طول الشريط الدي ان ايه يحصل فيها انويندنج او فصال الشريطين، وتبدا فيكون عندي اكتر من بوينت اوف اورجين، تمام. متخيلين ان انا عندي شريط من الدي ان ايه بتيجي انزيمات اللي هناخدها بعد كده اللي بتفصل الشريطين عن بعض مش تشتغل على نقطه واحده، تبدا تتوزع على طول شريط الدي ان ايه وتكسر الهيدروجين بوند، فتفتح الشريطين عن بعض او تبدا تفصلهم عن بعض في اكتر من نقطه، فيبقى عندها اكتر من بوينت اوف اورجين، تمام. طيب الانزيمات بقى اللي هتشارك في عمليه الانويندنج بروسيس دي في عندي 3 انزيمات. اول انزيم اللي هو بيسميه الهيليكيز، الهيليكيز او اللي بنسميه الانويندنج بروتين، ده اللي هو الانزيم الفصل الحقيقي اللي هو بيبدا فعلا بيبدا يكسر الهيدروجين بوند ويعمل حاجه اسمها ديناتوريشن او تكسير للهيدروجين بوند ويفصل الشريطين عن بعض، وده بيحتاج سورس للانرجي او للطاقه. تاني انزيم هنبدا نشرحهم تاني بس على رسمه بس نقولهم الاول، تاني انزيم اللي هو السنجل ستراند بايندنج بروتين او الهيليكس ديستابلايزنج بروتين. الفكره ايه الانزيم التاني ده؟ انا عندي الشريطين بداوا ينفصلوا عن بعض عن طريق الهيليكيز اللي كسر الهيدروجين بوند، طب الشريطين ممكن يتصلوا مع بعض تاني، لان اي زي ما واتسون وكريك قال لنا في التصور بتاعه ان اي ادينين على شريط ومقابل لها بصيمين في الشريط التاني مباشره هيكونوا هيدروجين بوند ويتصلوا مع بعض، وكذلك الجوانين مع السيتوزين، تمام. فبيبدا الانزيم ده يتحد بالشريطين القدام اللي هم الشريطين تو بيرنت ستراند، يمنع التحامهم مع بعض الى ان يتم تكوين الشريطين الجداد يتبنوا عليهم، تمام. طيب نشوف على الرسمه كده، لو ركزنا على الرسمه هنا هنلاقي ان اللي هنا البلون الاصفر ده اللي بلون الاصفر قدامنا داخل الشريطين اللي هو فصل الشريطين عن بعض ومرسوم بلون اصفر كبير، ده اللي هو الدي ان اي هيليكيز او الانويندنج بروتين اللي هو هيعمل بريك للهيدروجين بوند بين التو ستراند، وبالتالي هيلاو الانويندنج او فصل الشريطين عن بعض، تمام. طيب الانزيم الثاني كنا بنقول وظيفته ايه؟ ده هو هيتصل بالشريطين البيرنت ستراند ويمنع الريجوين او يمنع اتصالهم ببعض، يبقى هو اللي ممثل عندي في الرسمه على هيئه دوائر صغيره لونها اورنج، ده اللي هو بيبدا يتصل بالشريطين القدام ويعمل لهم ستابلايزيشن ويمنع اتصالهم ببعض تاني. طيب الانزيم الثالث بقى، هما 3 انزيمات بيقوموا بعمليه الفك او بيسميهم الانويندنج انزيم، الانويندنج انزيمز بيشملوا 3 انزيمات دول. الثالث بتاعهم اللي هو اسمه ايه؟ الثالث بتاعهم اللي هو اسمه التوبو ايزوميريز او الجايريز انزيم، ده بيقلل التنشن. ايه هو موضوع التنشن ده؟ لو انا عندي خيطين ولفاهم على بعض على هيئه برمنهم كده او لفينهم على بعض، تمام، وجينا في نقطه في النص وبدانا نفك الشريطين دول عن بعض ونسحبهم، مسكنا واحد ومسكنا الثاني وبدانا نشدهم بحيث نفصلهم عن نفصل الشريطين عن بعض بالتدريج، وانا بشد او بفصل الشريطين عن بعض هتبدا الاطراف يزيد فيها التنشن او يحصل فيها سوبر كويلنج او يحصل فيها ضغط شديد نتيجه ان انا بفصل الشريطين مع بعض من النص، تمام. فالسوبر كويلنج ده لو تخيل لو جينا من بعد ما فصلنا جزء وقمنا قصين الطرفين بحيث
من طرفين المنطقة اللي حصلها unwinding أو اللي فكناها، جينا قصينا بالمنطقة دي خلاص مباشرة الجزء اللي كان فيه صوبة recoiling أو ملفوف أو مضغوط هيبدأ يرجع وياخد شكله التاني، يرجع للفته العادية خالص، إنه يدوب الشريطين ملفوفين على حوالين بعض. ده اللي بيحصل فعلا، ان اثناء فك الشريطين عن بعض بيحصل سوبر كويلنج او بيحصل ضغط على الاطراف، فيجي الانزيم اللي هو ممثل باللون الاحمر ده، الانزيم الكبير ده اللي هو اسمه التوبو ايزومريز، ده يعمل دبل ستراند كات، يبدا يعمل كات كده في 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 الدبل ستراند، وبعد الكات يعمل سيلينج مباشره، يقطع في الشريطين ويلحمهم ببعض تاني. الكات والسيلينج ده بيبدا يقلل التنشن الناتج من عمليه الانويندنج لحد ما الشريطين ينفصلوا عن بعض تماما. دوم الثلاث انزيمات اللي بنسموهم الانويندنج انزيم او اللي بيفصلوا الشريطين. تمام، يبقى اول خطوه بتتم هي عمليه الانويندنج، بتبدا عند بوينت اوف اوريجين ومساعده تلات انزيمات. طيب الشريطين انفصلوا عن بعض، بعدها مباشرة يتم بناء الدي ان اي ستراند الجديدة او الشرايط الجديدة، اللي هي عملية الانيشيشن اوف دي ان اي سينسز. الانيشيشن بتتم بوجود انزيم اسمه دي ان اي بولمريز 3. طبعا احنا قلنا دي ان اي بولمريز 3 هو الانزيم الاساسي، ال1 و2 كان لهم ريبير فانكشن فقط. وكمان واحنا بنشرح في خصائص الدي ان اي بوليميريز 3 قلنا ان هو بيحتاج 3 فري او اتش، بيحتاج او اتش او بيحتاج اول نيوكليتيد او اول مجموعات نيوكليتايد من نيوكليتايد في الشريط الجديد انزيم يسبقه ويوفرها له، هو ما يقدرش يبنيها. تمام، بحيث يكون عنده نيوكليتيد فيها او اتش فري، يجي النيوكليتيد الجديده اللي هو هيبدا اول واحده يصنعها يخلي الفوسفيت اللي في الكربون رقم 5 يتصل بالاو اتش اللي في الكربون رقم 3. تمام، طب مين اللي هيوفرها له؟ انزيم تاني خالص اسمه الار ان اي بوليميريز. الانزيم ده طبيعي ان هو مش بيحتاج فري او اتش، وبيبدا يجي في الشريط الجديد يقرا بناء على الشفره الوراثيه او النيوكليوتايد الموجوده في الشريط القديم او الشريط التمبلت، يبدا يصنع جزء من النيوكليك اسيد ولكن هنا مكون من الار ان اي. تمام، هنعرف ازاي جزء من الار ان اي دي يتبني، هنتكلم عنها بعد كده، ولكن هو الار ان اي بوليميريز هيبني شو جزء جديد، الجزء ده اطلقنا عليه مصطلح برايمر. برايمر يعني ايه؟ يعني البادئ، ده اللي هو الشفره اللي بيقول له ابدا من هنا، انا وفرت لك شفره اهي، كمل عليها وابدا ابني الشريط الجديد. تمام، لذلك سميناه البرايمر، واللي بيبني البرايمر ده انزيم اسمه الار ان اي بوليميريز، او اللي بعد كده بيسموه العلماء البرايميز، برايميز لان هو اللي بيبني البرايمر. تمام، من بعدها مباشرة أول ما توفرت نقطة البداية دي هيجي دي ان اي بوليميريز ويبدأ يبني الشريط الجديد بناء على الشفرة الوراثية الموجودة في الشريط القديم، ويبدأ الشريط التمبلت الجديد اللي اتبنى يتحد مع التمبلت الجديد. وبعد ما كان عندي شريط دي ان اي دبل ستراند، بقى عندي شريطين من الدي ان اي كل واحد فيهم برضو دبل ستراند. واحنا قلنا ان عمليه بناء الدي ان اي بتتم في 5-3 دايركشن. يعني ايه؟ الانزيم ما بيعرفش يبني الا في اتجاه 5-3 دايركشن. يعني ايه؟ برضو زي ما شرحنا قلنا ان هي اول نيوكليتيده في الشريط فيها في الكربون رقم 5 فيها مجموعه فوسفيت حره مش متصله لان ما فيش فوقيها كربون نيوكليوتايد تانية. تمام، وهيبدأ أما الـ OH اللي في الكربونة رقم 3 تتحد بها الفوسفيت في الكربونة اللي بعديها وهكذا لحد ما نوصل لآخر كربونة لآخر نيوكليوتيد في الشريط الـ DNA الجديد اللي اتبنى ده فيها OH free مش هيتصل بيها نيوكليوتيد تانية، فيبقى الشريط الـ DNA زي ما كنا بناخد تركيبه في الأول عنده الفري فوسفيت في الكربون رقم 5 في بدايته ومنتهي بفري او اتش في الكربون رقم 3، وبالتالي الانزيم بيمشي في 5-3 دايركشن مش بيمشي الا في الاتجاه ده. طب شريطين الدي ان اي معاكسين لبعض، يبقى هو هيمشي في اتجاهين معاكسين على بعض لكل شريط. تمام، طيب واحنا بنشرح دلوقتي قلنا ان اللي هيضيف له الجزء البدايه او البرايمر انزيم اسمه الار ان اي بوليميريز. طيب الار ان اي بوليميريز ده بنى جزء مكون من الار ان اي، هيفضل موجود جزء من الار ان اي في شريط الدي ان اي؟ لا، زي ما قلنا الانزيم حقله الاوكسونيوكليز اكتيفيتي او البروفريدنج اكتيفيتي او قدرته على انه يرجع يقرا الشريط تاني، ولو في اي ديفكت يقطعه ويشيله، فهو بعد ما بيخلص بناء الشريط الجديد بيقدر بيروح يعمل كات للجزء اللي مكون من الار ان اي ويشيله خالص من هنا من شريط الدي ان اي، ويبني هو في المنطقه دي جزء مكون من
ال دي ان ايه. تمام. طيب دي عملية الانيشيشن اوف سينسيس. طيب تمام. الشريطين الدي ان ايه اللي اتبانوا من جديد بيبقوا فيهم بيتميزوا بخصائص معينة اللي هو continuous و discontinuous و bidirectional senses. عملية DNA replication بتتميز بينها continuous و discontinuous و bidirectional. خلينا نفهم الكلام ده معنى ايه. يعني اولا bidirectional احنا قلنا ان الانزيم بيمشي في اتجاه 5-3 فقط، واحنا عندنا اساسا شريطين DNA antiparallel، الشريطين معاكسين لبعض، واحد ماشي في 5-3 direction والتاني ماشي الخمسة يقابلها 3 OH، فبالتالي هو بيمشي على كل شريط في اتجاه معاكس. تمام. زي ما هنشوف دلوقتي في الرسمة. موضوع بقى continuous و discontinuous، زي ما احنا شوفنا هنا كده ادى العملية فتح الشروطين مع بعض بتبقى بتمشي زي الفورك موفمنت او بنسميها replication fork. يعني ايه؟ الشروطين بينفصلوا عن بعض زي رنة الشوكة كده، لو خبطنا شوكة على ترابيزة ولا حاجة بتدي موجة في الصوت كده، اللي هي بتبدأ رنة بتبدأ تزيد او تمشي على هيئة موجة صوت في الفراغ او في الهواء. تمام. في الهواء بالظبط. تمام. نفس الفكرة كده الريبليكيشن فورك او عملية انفصال الشريطين عن بعض بتبدأ في نقطة صغيرة اللي هي البوينت اوف اوريجين، وبيبدأ من بعدها الشريطين الجزء ده يكبر يكبر يكبر، او اتساع او انفصال الشريطين عن بعض يزيد. تمام. طيب خلونا نركز هنا في الرسمة دي كده، مجرد ما الشريطين انفصلوا عن بعض هنا في البوينت اوف اوريجين، تمام، بدأ يجي الـ RNA بوليمريز ويبني البرايمر اللي هو ممثل في الرسمة دي باللون الأخضر. تمام. الاتنين اللي باللون الأزرق دول اللي في الأطراف دول الشريطين الأساسيين اللي هينفصلوا عن بعض عشان يبدأ يتبني شريط جديد. تمام. اللي باللون الأخضر ده اللي هو الجزء البرايمر، خلونا في نص الرسمة دي بالظبط كده عشان نشرح عليها. تمام. فيجي من بعدها الـ DNA بوليمريز ويبدأ يصنع شريط DNA ويمشي في الاتجاه 5-3 دايركشن، وزي ما احنا شايفين الشريط ده كله كده اللي فوق ده اللي في نص الرسمة من فوق ده كله متصل مع بعضه، عشان كده سميناه ليدنج ستراند. تمام. ليدنج ستراند اللي هو الشريط المتصل، الشريط اللي ما فيهوش أي انفصال، اللي هو الـ DNA كله متصل ببعضه. تمام. ده الليدنج ستراند. طيب في الاتجاه المعاكس، تعالوا نشوف كده في الاتجاه المعاكس في نص الرسمة من تحت. تمام. في نص الرسمة من تحت هنا في الشريط هيبني في اتجاه معاكس اللي هو 5-3. تمام. اللي هو من لو من عند الخمسة داش دي بدأ يتبنى البرايمر بوجود الانزيم الأورن بالبوليمريز، ويبدأ يبدأ الدي ان اي بوليمريز يصنع جزء متصل بالبرايمر. طيب اللي احنا عندنا الشروطين بينفصلوا كل مدى الانفصال او الجزء اللي انفتح ده بيتسع. تمام. فكان فوق مجرد ما اتبنى برايمر كله اتبنى في شريط متصل، اما تحت كل ما كل ريبليكيشن فورك تزيد او كل ما انفصال الدي الشروطين الدي ان عن بعض يزيد بالتدريج، تبدأ كل ما منطقة تنكشف أو منطقة جديدة من شريط الدي ان تظهر قدام الإنزيمات، يروح بسرعة الـ RNA بوليمريز يبني برايمر، وبعديه الدي ان بوليمريز يبني جزء جديد، وهكذا. فلاقي في اتجاه الشريط الجديد منفصل كله ببعض اللي هي من نقطة البداية وسميه ليدنج ستراند، أما في الاتجاه المعاكس بيبقى متكون مجموعة من الشرايط أو تحت تأثير الإنزيمات، لأن هي الإنزيمات في كمية كبيرة من الإنزيمات داخل الخلية، كل ما منطقة من الدي ان يحصل لها انفصال تبدأ تشتغل فيها، فلاقي شريط مكون من شرايط أجزاء كتيرة من شرايط الدي ان اي أو الديسكونتينوس، وسمي في الاتجاه ده سميه اللاجنج ستراند أو الشريط اللي هو مكون من أجزاء منفصلة. هتفضل منفصلة عن بعضها؟ لا طبعا، بعد ما بيتم عملية تصنيع الدي ان اي بيجي انزيم اخير خالص بقى اسمه اللايجيز انزيم، اللايجيز من ليجيشن او انزيم اللحم، اللي هو هيبدأ يلحمهم في بعضهم او يبدأ يخلي كل الشرايط اللي ديسكونتينوس دي يبدأ يكون ما بينها فوسفودايستريس بوند ويشبكهم في بعضهم عشان يديني شريط جديد كله متصل ببعضه. طيب حاجة اخيرة، هل الشرايط بقى او الاجزاء اللي تم تصنيعها دي اللي هي منفصله اللي هي الديسكونتينوس، اللي بدا يكتشف الخاصيه دي كان عالم اسمه كوزاكي، فاكتشف ان فيه على اتجاه من اتجاهين الدي ان اي، واحد كونتينوس الثاني ديسكونتينوس او فراجمنت، سمى الاجزاء او الفراجمنت اللي هتتكون دي قبل ما تتصل مع بعضها سماها الاوكوزاكي
فراجمنت. تمام، يبقى من خواص دي ان اي ريبليكيشن ان هو باير دايركشنال، وعرفنا معناها ايه. تاني حاجه ان هي بتبقى عمليه التضاعف دي زي ريبليكيشن فورك او شوك التضاعف، مجرد ان في وان سايد الشوكه دي حصل لها اوبن اب، فبيبدا يتبني شريط متصل في الاتجاه الثاني، بيبدا يتكون شريط غير متصل او اجزاء سميناها الاوكوزاكي فراجمنت. الاوكوزاكي فراجمنت دي في البكتيريا بيبقى طولها من 1000 ل 2000 نيوكليوتايد، اما بتبقى شورت في حقيقيات النواه من 100 ل 150 نيوكليوتايد. بيجي انزيم اسمه دي ان اي لايجيز يبدا يعمل لهم اتاتشمنت لبعضهم. تمام، طيب احنا كده خلصنا دي ان اي ريبليكيشن. نقدر بقى من الخطوتين اللي شرحناهم نقول، جالك مثلا سؤال في الامتحان ليست او مثلا قول لي ايه، او في السؤال شفوي مثلا اذكر لي ايه هي الانزيمات اللي بتشارك في الدي ان اي ريبليكيشن، نقدر نقولهم بدايه من البدايه خالص، انا عندي ثلاث انزيمات هيفتحوا لي الشريطين عن بعض، اللي هم الهيليكيز والسنجل ستراند بايندنج بروتين والتوبو ايزوميريز او اللي احنا بنسميه جايريز. ادي كده ثلاثه. طيب بعد الثلاثه دول انفصلوا الشريطين عن بعض، ما ننساش ان في انزيم اسمه الار ان اي بوليميريز او اللي هو بنسميه البرايميز اللي هيصنع البرايمر، يبقى كده ده الانزيم الرابع. من بعديه يجي يشتغل الانزيم الاساسي اللي هو ايه، اللي هو دي ان اي بوليميريز 3. تمام، اتبنوا الشريطين وتكونوا في اتجاه بتبقى ديسكونتينوس، بيبدا انزيم يعمل لهم اتاتشمنت مع بعضيهم، الانزيم ده اسمه ايه، اسمه اللايجيز. ادي كده ست انزيمات شاركهم في عمليه الدي ان اي ريبليكيشن في المجمل. تمام كده خدنا المحاضره دي الدي ان اي ستراكشر او النيوكليك اسيد ستراكشر والدي ان اي ريبليكيشن، عشان نبقى مستعدين المحاضره الجايه ان احنا نبدا مباشره في عمليه ايه، ان الدي ان اي يبدا يحصل له نسخ على هيئه ام ار اي، شريط الام ار ان اي اللي هيطلع للسيتوبلازم ويكون لي ايه، يكون لي البروتين. تمام، بس معلومه اخيره قبل ما نخلص المحاضره اللي هي اسمها التايب اوف دي ان اي. فاكرين واحنا بناخد الكروماتين ان احنا قلنا مش كل الكروماتين اللي موجود في الخليه، تمام، الكروماتين اللي هو ايه، اللي هو الدي ان اي الملفوف حوالين الهيستون، مش كله بيبقى اكتف، والاكتف سميناه اليوكروماتين او الكروماتين الحقيقي اللي هو بيمثل الكروماتين اللي بيقوم بوظائف، تمام، والتاني سميناه الهيتيروكروماتين. نفس الفكره كده، الدي ان اي الخليه فيها كمية كبيرة جدا من الدي ان اي اللي هي في حقيقيات النواة، زي الهيومن عنده 46 كروموسوم، 23 زوج من الكروموسومات شايلين كمية كبيرة جدا من الدي ان اي. طيب هل الدي ان اي ده كله بيمثل جينات، الجينات دي بتم نسخها وتقوم بوظائف الخلية؟ لا، وجدوا ان نسبة كبيرة خالص، اكتر حوالي نص المادة الوراثية او الدي ان اي مش بتقوم بوظائف محددة ومعروفة، يعني مش بتنسخ، بتدي جينات زي الانسولين، زي الجروس هرمون، زي انزيمات النمو، زي انزيمات مضادات الاكسده، وكل الانزيمات اللي في الجسم او البروتينات اللي في الجسم. وجدوا ان جزء كبير من الدي ان اي بيبقى تكرارات، تمام، تكرارات معينه مكونه من عدد معين من النيوكليوتيد متكرره بنفس الشكل ده على طول. الدي ان اي لها ريجوليشن فانكشن ووظيفتها بعد كده استفادوا بينها جدا في الفينجر برينت او البصمه الوراثيه للدي ان اي، لانها زي ما هناخد في اخر محاضره في الترم ان شاء الله ان لها شكل خاص في كل كائن حي، ولكن هي مش بتقوم بوظيفه معينه. وبالتالي التايب اوف دي ان اي هندي مثال في الكاتل عشان ندي فيه امثله وارقام، فهندي مثال للثلاث انواع في الكاتل. في الكاتل في 3 تايب اوف دي ان اي اللي هو اليونيك او السنجل كوبي سيكونس، سيكونس يعني تتابع، تمام، ديت بيبقى التكرار او التتابع ده موجود بشكل واحد بس على طول الجينوم كله، الجينوم اللي هو التوتال دي ان اي. دي بتكون الانزيمات اللي بتمثل الانزيمات الجينات اللي بتقوم بوظائف في الجسم، زي مثلا الجين الموجود في بانتاج الانسولين، هل الجين ده موجود منه اكتر من تكرار على طول ال 46 كروموسوم؟ لا، هو التكرار واحد موجود على رقم معين من الكروموسومات دي، والتكرار ده لا يشبهه اي تكرار تاني من النيوكليوتيدات على مستوى الجينوم كله، تمام، او زي اي انزيم مثلا اللي هو اي انزيم خاص بتصنيع الهيموجلوبين مثلا، لا هو تركيبه معينه على كروموسوم معين ولا يشبهها، عشان كده سميتها اليونيك او السنجل كوبي اللي هي النسخه اللي ما بتتكررش الا مره واحده، لانها خاصه بجين واحد بيقوم بوظيفه واحدة.
كده وموجود على جزء معين، الجين ده بيتنسخ منه بعد كده ام ار ان اي اللي هو بيكون بقى بعد كده كميه هائله من البروتين ده. انما كسيكونس او كتتابع على دي ان اي لا، هو موجود منه تتابع واحد، وفي ده بيكون غالبا طوله حوالي 1000 في متوسط حوالي 1000 بيز بير، وبيمثل معظم الجينات اللي بتقوم بوظائف الجسم. وده في الكاتل وجدوا من التتابعات دي بتمثل 57% من التوتال دي ان اي داخل الخلية. بعد كده الباقي وجدوا ان هي تكرارات او ريبيتيتيف دي ان اي، بيختلف طولها وتكرارها على مستوى الجينوم، فقسموها لنوعين. اول حاجة اللي هي الانترسبيرسد ريبيتيتيف دي ان اي، الانترسبيرسد ريبيتيتيف دي ان اي دي عباره عن انها تكرارات بتبقى شورت ريبيتس مكونه من 300 نيوكليتيدا. تمام، يعني ايه الاقي 300 نيوكليتيدا شكل بعض بالظبط ومتوزعين في جينوم، هي من اسمها انترسبيرسد. انترسبيرسد يعني متوزعه منتشره ما بين السنجل كوبي، ماشي؟ يعني الجينات اللي التكرارات اللي بتمثل الجينات اللي بتقوم بوظائف مش كلها جنب بعضها، والتكرارات اللي هي مش بتقوم وظيفة محددة أو بنتج جين محدد هيقوم بوظيفة تنظيمية في الجسم مكررة على بعضها، لا، ده التكرارات دي انترسبيرسد متوزعة ما بين اليونيك أو السنجل كوبي. ألاقي مثلا 300 نيوكليتيدا متكررين بمعدل 50 مرة 60 مرة على الجينوم كله، ليصل إلى معدل up to 105، يعني حوالي 105 مرة على مستوى الجينوم كله، وبتبقى تكرارات إلى حد ما طويلة يصل طولها إلى 300 بيز بير. تمام، وبتبقى متوزعة زي ما قلنا بين اليونيك سنجل كوبي. وفي الكاتل لقوا دي بتمثل حوالي 20% من الجينوم. تمام، ثالث نوع اللي هو الساتلايت دي ان اي، دي برضو تكرارات او سيكونس، الاقيه مثلا بيبقى شورت ممكن يعني بيبقى فيه نمبر من الريبيت، يعني مثلا الاقيه خمسة نيوكليوتايد جي جي اي اي سي جي جي اي سي سي. تمام، ادي خمسة هم ورا بعض نيوكليوتايد، ممكن الاقي الخمسة دول متكررين ورا بعض بمعدل هائل على الاقل 106 مرة او اكتر. تمام، ممكن اكتر بكتير، ممكن تصل الى 200 و300 مرة اجي في جزء من الجينوم او جزء من الكروموسوم الاقي تكرار. التكرار ده عبارة عن الخمسة نيوكليوتايد دول متكررين ورا بعض. تمام، الفرق ما بينها وبين الانترسبيرسد انها بتتكرر تاندم. يعني ايه تاندم؟ يعني ريبيتد ورا بعضيها. تمام، الانترسبيرسد كنت الاقي التكرار ال 300 نيوكليوتيد المتكررين دول متكررين مرة وبعد كده في مسافة تانية وبعد كده يتكرروا تاني متوزعين على ال 46 كروموسوم كلهم، لكن الساتلايت الاقي في الكروموسوم رقم واحد الاقي التكرار ده مثلا متكرر مثلا 200 مرة ورا بعض. تمام، يبقى هي بتبقى شورت وهايلي ريبيتيتيف، بتتكرر بمعدل عالي جدا اكتر من 106 مرة، وبتبقى ريبيت تاندم، يعني الاقي نفس السيكونس ده متكرر مع بعضه ورا بعضه مباشرة. ولقوا ان دي بتمثل 23% من الكاتل دي ان اي او الكاتل جينوم. تمام، بكده نكون خلصنا اول محاضره في الملوكلر اللي هي تمثل عندنا رابع محاضره في المنهج. خدنا فيها الاستراكشر اوف نيوكليك اسيد والدي ان اي ريبليكيشن، واشوفكم المحاضره الجايه على خير ان شاء الله.